كل واحد فينا عنده طريقته وفي مجال لكل الطرق. مشاعرنا كتيرة حسب الحالات، أفكارنا بتتغير بمرور الأوقات. الناس مختلفين بآرائهم ومشاعرهم، لازم نشعر بيهم، نفهمهم ونقدرهم، ونحترم الأفكار ونفهم الإحساس. كتير ضروري هذا الشي تتقبل كل الناس. حاول تسمع رأي الآخرين، وتذكر في مجال لتكونوا متفاهمين، في مجال كبير لكل هالأشياء، لكل هالمشاعر، لكل هالآراء.